هذا الشعور الذي تشعر به هو شعور ليس نادر، هذا موجود عند كثير من الشباب، والسبب أنهم لم يحصلوا على توجيه كافي، والسبب أن كثير من الآباء والأمهات والمربين لم يدربوا على توجيه هؤلاء الشباب. ولذلك نصيحتي لك، ابدأ بما نسميه خطة ترتيب الحياة، رتب حياتك، ولي دورة شاملة في هذا، لكن النصيحة الرئيسية هنا ابدأ بالتالي. اسأل نفسك هذا السؤال: ما هو المجال الذي أريد أن أعطيه حياتي له؟ هذا المجال حدده بالمعايير التالية: أنت تعشق ماذا؟ تميل إلى ماذا؟ أنت تقدر على ماذا؟ ما هي الفرص اللي أمامك؟ هذه بعض المعايير، الرغبة والقدرة والفرصة هي المعايير الرئيسية لاختيار المجال. بعدين بعد ما تختار المجال تحدد الأهداف بعيدة المدى ثم الأهداف قريبة المدى. لو فعلت هذا ستشعر بأن حياتك ليست ضائعة بإذن الله.